It's my pleasure to co-share this this session with Professor Ashraf Hatem and Professor Assam Gouda. It's a Novartis symposium, and we'll have two elegant speakers, Professor Adel Khattab, who's going to discuss the updates in COPD management, and that will be followed by Professor Assam Gouda with asthma from serious to practice. Professor Adel Khattab. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر طبعا نوفارتس على دعوتي وإن أنا أبقى مع حضراتكم. الحقيقة إحنا تعودنا دايما في التوكس بتاعتنا نقول recent advances وأبديت، بينما ساعات يبقى المحتوى يعني كلمة أبديت وريسنت مش هو المحتوى كله. لكن فعلا في guidelines حضراتكم هتشوفوها it's update لأن بقالها شهر. للمشكلة أنا بعتبرها المشكلة بتاعتنا دلوقتي الـ COPD. طبعاً بنريمايند بعض بالديفينيشن المعروف اللي ما اتغيرش، وده آخر ديفينيشن من الجولد 2010 على الـ COPD as a preventable and treatable disease. وطبعاً الـ significant extra pulmonary effect واللي فعلاً يمكن المريض بيجي يعاني من السيفيريتي بتاعتها أكتر من الـ primary disease. COPD characterized by airflow limitation, which is not fully reversible, progressive, or associated with abnormal inflammatory response of the lung to noxious particles and gases. The first problem in COPD, the prevalence بتاعته رغم انه كتير في more than 200 million people around the world who have a disease of the old age من 40 ل 65 سنه، ورغم ان الديسز منه عاليه، ولكن الميتا اناليسيس بتقول البريفالنس الحقيقي from 9 to 10%. لكن اول مشكله انه اندر دايجنوزد، فاونلي less than 20% من السي او بي دي بيتشخصوا. طبعا هو الثيرد من ال 10 توب كيلرز كامينج افتر الكرونري هارد ديزيز والسيريبرو فاسكولار اكسيدنت. ده في 2020 هيبقى نمبر 3 نتيجه للانكريز في اعداد السموكرز. في ميسنج مليونز عندهم سي او بي دي، وكثيرا جدا ما بيتشخصوا على انهم حاجه ثانيه، ريبيتد برونكايتس وذ سباز، وطبعا الاسما. وكلنا بنشوف في البراكتس بتاعنا ان المريض الحساسيه حصل فيها والحساسيه جرى فيها، ومجرد انه بيجي الامننت كونسلتنت زي حضراتكم ويبقى يقول والواحد يقول له، فالمريض يقول طبعا الحمد لله ان انا ما عنديش حساسيه، والحمد لله طبعا على كل شيء، لكن عشان اللاك اوف اويرنس انه السي او بي دي دي حاجه اصعب. السي او بي دي للسموكرز كاف خصوصا مع المايلد ستيج والديتيريوريشن اللي بيحصل في الكواليتي اوف لايف، الديكلاين في الشيب والكواليتي اوف لايف اوف ذا بيشنتس، واحده من المشاكل الكبيره. المشاكل اللو اويرنس، الانيشال سيمتومز اوف ذا ديزيز دايما يمكن الجنرال بوبيوليشن وبرضه الجي بيز بياخدوها على انها something very simple. الاكسبتنس اوف ذيس سيمتومز على انها كونسيكونس اما للايجنج او للسموكينج او انكريز ان ويت. محدش بيحب من السي او بي دي بيشنت يعترف انه عنده ديزيز، هو عنده بروجريسيف ديسنيا اما لانه سنه كبر او وزنه زايد. المشكله الكبيره بتاعتنا ان احنا ما زلنا بنعتمد على الكلينيكال دايجنوزز اوف سي او بي دي، هيستوري اند كلينيكال اكزامينيشن، و يعني قليلا جدا ما نلجا للسبايرومتري حتى في الاماكن السبايرومتري افيلبل فيها. طبعا الفاكتورز ليدنج تو سي او بي دي راذر ذان السموكينج، الاوكيوبيشنال داست اند بوليوشن، البايوماس فيول، وده ما زال موجود في كتير من المنطقه العربيه بتاعتنا،
repeated childhood respiratory infection, poor nutrition, well alpha-1 antitrypsin deficiency. ولكن كتير جدا من الجنرال براكتيشنر ومن الجونيور سبيشالست والانترنست بيحصروا السي او بي دي انه it is a disease of the smokers، بينما احنا عندنا many factors في الايتيولوجي. الجايد لاينز الحقيقه بتاع السي او بي دي بتساعد كتير البرايمري كير فيزيشن، ولكن الاويرنس والاديرنس تو جايد لاينز وضوء انه هو مهم، لكن حتى امونج الجي بيز الادرنس بتاعته قليل قوي. ده اللي موجود لغايه 2010 واحنا حافظينه عن ظهر القلب، سواء بالنسبه للستيجنج از مايلد مودريت سيفير اند فيري سيفير. I'm not going through خالص السلايد دي، كلنا حافظينها، وده مبني على السيفيريتي. وفي كل ستيج هنستعمل ايه؟ ابديت بقى وفيري ريسنتلي فعلا في 4 نوفمبر الشهر اللي فات، الجولد ريفايزد الكرنت سي او بي دي جايد لاينز وقدمت فور ذا فيرست تايم زي ما قلت في 4 نوفمبر 2011 في الاسيا باسيفيك ريسبيريتوري سوسايتي كونجرس في شنغهاي، سي او بي دي دايجنوزس ازاي، كلاسيفيكيشن اند مانجمنت، وده اللي انا هكمل فيه في بقيه التوك بتاعتي. نمره واحد في الدايجنوزس، احنا كان كل كلامنا انه الدايجنوزس بنتكلم على الهيستوري والديسنيا والكرونيك كوف والسبيوتن والكلينيكال اكزامينيشن، وبعدين كده يعني عشان السبايرومتري ما يزعلش نقول ذا دايجنوزس شود بي كونفيرمد باي سبايرومتري. معظمنا ومعظم الكلينيشن بيعتمد على الكفاءه الكلينيكيه، وهو مش عايز كونفيرميشن، هو عنده كونفيرميشن خلاص، فلا يلجا الى السبايرومتري. ولكن الجديد اللي قالوه ان السبايرومتري شود بي اندرتيكن ان اول بيشنتس هو ماي هاف سي او بي دي، اتس نيدد تو ميك ا كونفيدنت دايجنوزس اوف ذا ديزيز. ده أول حاجة. الحاجة الثانية إنه في الجولد لغاية 2010 كان الكلام زي ما حضراتكم عارفين يعتمد على السيفيريتي، مايلد مودريت سيفير اند فيري سيفير، ولكن من اللي اتحط في الأشيا باسيفيك قالوا إنه هيغيروا كلمة ستيجنج الفور ستيجز المعروفين انتو جريت، واتس كولد جريت. ليه؟ لانه طبعا كلنا عارفين وكلنا كنا بننتقد جدا 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 ان الستيجنج بيعتمد على الاف اي في 1، وحضراتكم بتشوفوا مرارا وتكرارا عيانين عندهم درجه السيفيريتي اوف سي او بي دي لا تتناسب مع الامبيرمنت بتاع الاف اي في 1. ولما انا ابقى دوجماتيك ان انا اخد الاف اي في 1 بس للتشخيص، سواء اخدها على FEV1 على FEVC، كتير جدا من عيانين السي او بي دي بيخرجوا تحت هذه المظله. ده بالاضافه الى ان انا اعمل الستيجنج على الFEV1 للبريدكتد EV1 برضو اللي بنشوفه كلينيكال غير اللي بيطلعه الماشين. المانجمنت اوف سي او بي دي في الطريقه بتاعتهم بتعتمد على ريدكشن اوف سيمبتومز، ريليفل سيمبتومز، improving the exercise tolerance, improve the health status، وطبعا قبليها reduce the risk the disease progression اللي بيحصل، the recurrent exacerbation لانه ده هو اللي بي affect mainly the course of the disease، وبالتالي يبقى فيه reduction للمورتاليتي. هم اتفقوا على تقسيمه جديده grading of the COPD into four grades A B C and D. ده هيعتمد على السيمتومز، ناس عندهم سيمتومز وناس ما عندهمش، هيعتمد على presence of air flow limitation which is the risk. يبقى هنا السبايرومتري ما اصبحش بقى يعني ممكن ان انا لو خلاص وصل الدايجنوز استعمله او ما استعملوش، لازم استعمله. وكمان من ضمن الريسك مش بس الاير فلو ليميتيشن، هنعتمد على
الاكزازربيشن هاو فريكوينت، ما بيجيلوش بير يير ولا اكزازربيشن، وان اكزازربيشن تو اور مور. ولما نحط الفاكتورز دي مع بعض هيبقى عندنا 1 اوف 4 احتمال من 4. اما عيان عنده بعض الاير فلو ليميتيشن بس قليل الاير فلو ليميتيشن، الاكزازربيشن اللي بتجيله قليله وما عندوش سيمتومز، ده الحقيقه هنقول عليه جريد ايه. لو ابتدى يبقى عنده سيمتومز بالفاكتورز دي هيت فيري مايلد امبيرمنت ان ذا اير فلو وما زال الاكزازربيشن انفريكوينت لكن ابتدى يجيله سيمتومز، هيخش في جريد بي. لو العيان عنده هاي ريسك بمعنى ان الاير فلو ليميتيشن عالي وبيجيله اكزازربيشن والسيمتومز مش كتيره، لانه بعض عياننا كده السيمتومز مش كتيره لكن لو اتقاسلوا السبايرومتري السبايرومتري بيطلع مش متماشي مع ان العيان ما بيشتكيش قوي، وهو كل مشكلته يمكن ان بيجيله فريكوينت اكزازربيشن، ده هيبقى جريد سي. اذا ابتدى كمان يبقى معاه سيمتومز بقى كتيره فاحنا وصلنا الى جريد دي. ده الجريدنج بتاع الدسنيا عن طريق الاير فلو ليميتيشن والاكزازربيشن لما نشوف العيان فيه سيمتومز ولا لا. قالوا بالنسبه لجريد ايه ان هم الناس اللو ريسك والسيمتومز بتاعتهم قليله، الفيرست تشويس ميديكيشن في هذه الحاله 1 اوف 2 either short acting beta agonist او الالسابا او السما short acting muscarinic antagonist either or. طبعا حضراتكم عارفين على حسب الكونترا انديكيشن اللي في البيشنت والقصص المعروفه والعيان بيستريح على ده ولا ده، لكن هو 1 اوف 2. اذا العيان ما استريحش على الكلام ده ممكن نعمل لهم كومباينيشن، واظن حضراتكم تذكروا لما كان عندنا الكومباينيشن اوف شورت اكتنج بيتا اجونست والشورت اكتنج ماسكارينيك انتاجونست في كانستر واحده العيانين كانوا قد ايه بيستريحوا عليها من قبل يعني ما يعملوا الجريدنج الحديث ده. اذا برضه هو في الكاتيجوري ايه وما استريحش على الكلام ده يبقى انا هشفت لحاجه اكثر تقدما، لونج اكتنج بيتا اجونست اللابا او اللاما لونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست. يعني فعلا ممكن اللابا بعض العيانين يحتاجوها حتى في الكاتيجوري ايه. الجريد بي اللي هو برضه الاير فلو ليميتيشن مش كتيره والاكسسربيشن مش فريكوينت يعني لو ريسك بس السيمتومز زايده، هنا ما اقدرش اعتمد على الشورت اكتنج فاي هاف تو تشوز 1 اوف 2، يا اما لونج اكتنج بيتا اجونست لابا يا اما لونج اكتنج سكارينيك انتاجونست. بياخد واحد منهم وما استريحش يبقى اقدر اكومباين بوث. الجريد سي اللي هو ابتدى الاير فلو ليميتيشن يبقى زايد وفريكوينت سيمتومز، هنا الفيرست تشويس اما combination of LABA ICS long acting beta agonist مع inhaled corticosteroids in high dose أو long acting muscarinic antagonist. بعض العيان بيستجيبوا لهذا وبعض العيان لأسباب كثيرة لأن في phenotyping في ال COPD إضافة الستيرويدز، وده موضوع هنعمل له جلسة لوحدها عندنا جلسة يوم الخميس debate in COPD. الاستاذ الدكتور مجدي ادريس الاخ العزيز من السعوديه وانا هنتكلم لابا ولا لاما وهل لابا لوحدها ولا لابا اي سي اس. بنلاقي بعض العيانين اضافه الاي سي اس مع اللابا مش بيحسنه كتير مش بيستريح عليه كتير، فيبقى اذا في هذه الحاله هياخد اللابا مع اللاما. اللاست جريد بقى اللي هو هاي ريسك عنده انكريز في الريسبيريتوري او في الاير فلو وعنده frequent exacerbation
وعنده frequent symptoms ده طبعا لازم استعمل all what is available. ابتدي بلابا ICS مع لاما inhaler therapy. الالتيرناتيف بتاعي لابا مع لاما زي الجريد اللي قبليه، او مع الاي سي اس واللابا احط الاميرجنج برضو تريتمنت في موضوع السي او بي دي اللي هو الفوسفودايستريز 4 انهبيتور، وممكن احط الفوسفودايستريز انهبيتور مع اللاما. ده الحقيقه النيو اللي اتعمل في 2011 عن اخر فيرجن من البولد اللي هو 2010. هنلاقي انه البرونكو دايليتور في كل الجريدز دي موجوده من اول حتى جريد A في الالترناتيف بتاع جريد A اللونج اكتنج، وموجوده ثرو طبعا جريد B C and D. البرونكو دايليتور طبعا احنا عارفين الكلام ده ان هي الكورنر ستون بنقول، والانهيل برونكو دايليتور بالذات في علاج السي او بي دي من اول ما ابتدينا نتكلم على السي او بي دي، وقلنا انه الانهيلر افضل، وقلنا ان لونج اكتنج افضل، وان الريجولر برونكو دايليتور افضل من البي ار ان. طبعا مميزات اللابا عديده في السي او بي دي من ناحيه اللانج فانكشن، الهيلث ستيت، الكواليتي اوف لايف، الريدكشن على الاكسيربيشن. فكان زمان الجدول بتاع الجولد ان هو بيحطها من المودريت للفيري سيفير، لكن هنا في الكلاسيفيكيشن الجديده اللي هي في 2011 في بعض حالات الجريد A ممكن محتاجها. هنيجي لقصه اللابا المتعارف عليها بالنسبه لنا الانهيل لابا انها بتتاخد مرتين في اليوم، ولكن احنا عندنا دلوقتي لابا بيستخدم once a day. والونس a day medicine خصوصا في chronic disease زي السي او بي دي بيخلي الكومبلاينس اوف ذا بيشنت اند سيكوينشلي ادهيرنس اوف ذا بيشنت تو ثيرابي احسن كتير من العلاج اللي بيتاخد مرتين او ثلاثه او اربعه في اليوم. الاونلي لونج اكتنج بيتا اجونست اللي بتاخد مره واحده اللي هو الاندوكاترول اب تيل ناو، ده بيتقال عليه بقى لانه بيشتغل 24 ساعه الترا لونج اكتنج بيتا اجونست، بيبروفايد 24 اور برونكو دايليتيشن وانس داي دوزنج، وبيستعمل في المينتننس ثيرابي اوف سي او بي دي. وان اوف ذا ميجور ستاديز على الانديكاترول كانوا بيعملوا كومباريزون ما بين الدوز بتاعت الانديكاترول ايدر 150 اور 300 مايك جرام، وده على فكره اتوافق عليه في وزاره الصحه، وهو بس منتظر حاجه بسيطه اللي هو التسعير، يعني within few months هيبقى موجود يمكن على اول سنه 2012 ان شاء الله. بيقارنوا الانديكاترول 300 بالانديكاترول 150 مع التايتروبيوم از لاما مع البلاسيبو. التراف اف اي في 1 في سيجنيفيكانت امبروفمنت اذا قارنوا وات ايفر 150 و300 انديكاترول فيرسس التايتروبيوم وطبعا مع البلاسيبو. ال 6 مانث فولو اب لل ترانزيشنال ديسنيا اندكس سكور، ودي بتحدد السيفيريتي اوف ذا سي او بي دي برضه بمقارنه التو كونسنتريشن مع التايتروبيوم، ولكن اتحط هنا الفورميترول اللي هو اللونج اكتنج بيتا مش الالترا لونج والبلاسيبو في المودريت اور ليس. طبعا الانديكاترول بالتو كونسنتريشن مع الفورميترول احسن من التايتروبيوم والبلاسيبو، ولكن في السيفير اورز كان 300 احسن من 150، وال 150 احسن من بوث الفورميترول والتايتروبيوم. بولد اناليسيز افتر 6 مانس لاحتياج العيان للريسكيو ميديكيشن، هنا دخلوا معاه كمان السالميترول.
الانديكاترول والفورميترول البرسنتج اوف بيز ويزاوت ريسك يوز كانت اكتر بكتير وين كومبيرد بالتايتروبيوم بيحتاج انه ياخد الريسكيو ميديكيشن. الكواليتي اوف لايف اللي قلنا عليها في الاول is very important بقياس السان جورج كويستشنير باين الانديكاترول سواء ال 150 او ال 300 الفورميترول والتايتروبيوم وباين السالميترول. يبقى تو كونكلود احنا كل الانفورميشن عندنا للسي او بي دي هو البريفالنس بتاعه زايد في اندر دايجنوزس اتس وورلد وايد بروبلم. احنا يمكن بنشوف في البراكتس بتاعنا اعتمادا على لو اعتمدنا على الاف اي في 1 السيفير والفيري سيفير لكن المودريت والمايلد في اندر دايجنوزس فيهم الادهرنس تو ذا تريتمنت والكومبلاينس طبعا هيزيد كل ما اعتمدنا على وانس داي تريتمنت. سبايلومتري از ا ماست دلوقتي في الدايجنوزس اوف سي او بي دي. الالترا لونج لابا از ا وانس داي تريتمنت دي ريكومندد في كل مراحل الجريدز بقى ما بنقولش سيفيريتي اوف ذا سي او بي دي مينلي طبعا في سي بي وسي ودي وفي بعض الاحيان في جروب. Thank you so much for your kind attention. Thank you very much, Professor Adel, for your very interesting talk about COPD. And now may I call for Professor Assam Gouda, and he will speak about asthma from theory to practice. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. I'm honored to be with you today. طبعا يعني لازم مش هيفوتني ان انا اشكر اساتذتي واخواتي واصدقائي وزملائي الكفاح الاستاذ دكتور طارق صفوت والاستاذ دكتور عبد الخطاب على يعني الحاجات الجميله اللي هم بيعملوها لنا دايما على مدى 10 سنين دلوقتي. وينضم اليهم دكتور اشرف مدكور في المؤتمر ده ويعني كل مرة بيبقى في فارس. المرة السابقة كان الأستاذ دكتور أشرف حاتم وكل مرة بيبقى في حد ونأمل إن يعني ده continuous medical education وده واجب علينا بنعتبره زكاة عن صحتنا للأجيال وكلكم بتعملوا كده. يعني أنا ملاحظ النهاردة يعني هي النخبة هي اللي موجودة وتجشمت عناء السفر إلى الأقصر عشان تبقى في المؤتمر الجميل ده هو. ويعتقد كلكم يعني بتعملوا نفس اللي احنا بنعمله لشباب الاطباء في المدن المختلفة. يعني انا النهارده المحاضرة بتاعتي يمكن Global Initiative for Asthma. انا يعني معلش مش نفس العنوان ان انا وضبتها امبارح بس كسبستيتيوت لدكتور سمير خضر بيعتذر عن عدم الحضور. و طبعا جينا جايدلاينز كلنا عارفينها والبوكلت بتاعها موجود زي الجولد اللي اتكلم عليها الاستاذ دكتور عادل الخطاب والابديت بتاعها. احنا عندنا الديفينيشن والدايجنوزز والميديكيشنز والمانجمنت والانتر امبلمنتيشن والازمه جايدلاينز ان هيلث سيستمز. اهم حاجه في الديفينيشن دايما بركز عليها ان فيها تو ايتمز كرونيك انفلاماتوري ديس اوردر والحاجه الثانيه اللي هي البرونكيال هايبر ريسبونسيفنس. عشان الحاجتين دول هم اللي احنا بندي عليهم العلاج، بنركز على الانفلاميشن، بنركز على البرونكيال هايبر، يبقى بندي كورتيزون وبندي برونكو دايليتور. والاثنين دول هم الكورنر ستون، ونديهم باي انهاليشن، علشان انهاليشن ار ذا موست سيف، ده لازم ان احنا ننقله لشباب الاطباء وللمرضى بتوعنا، الاول ما نقول لهم بخاخه يترعبوا ويخافوا، لا ده احنا بندي بالبخاخه علشان ده لونج تيرم ثيرابي. عشان ملوش اي سايد افكتس سيف ان everything ان pregnancy renal failure ان everything. از ات ازمة؟ لازم نسال نفسنا if there is recurrent episodes of wheeze. في اسباب اخرى للازمة foreign body
دكتور احمد الحلفاوي مره عمل بيبر واكستراكتد 272 دبوس ابره. كلنا طبعا السيدات عندنا عشان الحجاب مامتها تناديها تروح حاطه الابره في بقها هوب تبلعها. فده فورين بودي ممكن يعمل لويز وادي نومه وغيره وغيره. كاف اند ويز افتر اكسرسايز. الكاف اند ويز افتر اكسبوجر تو ايربون الرجنز اور بوليوتنس. Cold that go to the chest and take more than 10 days to clear. لازم نفكر في أزمة. يعني كلنا بنكح دلوقتي وبتاع مع الفيرال انفكشنز وأنا منهم وصوتي رايح، لكن if it takes more than 10 days you have to think. الدياجنوزز بأزمة is by history. بنسأل history على طول، في family history، عندك history of rhinitis، عندك history of atopy. طب بتجيلك ازاي الاتاك؟ هو ده الهيستوري هو اللي بيشخص. سبايرومتري مي اد تو ذا ديفرنشيشن بتوين ازما اند سي او بي دي. ساعات السكين تيستينج ممكن برضو they can add. طبعا الاف اي في 1 بيفور اند افتر برونكو دايليتور ده بيبقى برضو النيو ترندز عن زمان وكلنا عارفينها. ما بقاش بقى في mild persistent, moderate persistent. ابتدينا نتكلم عن الكلينيكال كنترول اوف ازمة، هل هي كنترول partially controlled or uncontrolled، وبنسأل البيشنت هذه الأسئلة. If there is no symptoms, daily symptoms, no limitation of activity, no nocturnal symptoms, no need for rescue medication, normal lung function, no exacerbation, this patient is controlled. لكن في الستاديز اليوروبيان ستادي الاير ستادي اللي اتعملت اليوروبيانز اللي ماشيين على الدواء كانوا 5% اونلي ذا كنترول بيشنتس. فاحنا ما بنسال بنلاقيهم كله قال اوكي يبقى ات از كنترول. اف 1 اور 2 اوف ذيز كويشنز ار رونج، يعني لو قال لك انا عندي داي تايم سيمبتومز وقال لك بصحى بالليل، يبقى واحده او اثنين ده بارشي كنترول. لو لقينا ثلاثة قال لك أنا بصحى بالليل وبعد كده ما بقدرش أروح لغاية آخر الطرقة إلا منهج وعندي داي تايم سيمبتومز، يقوم ثلاثة ده أنكنترول. يبقى أنا عرفت بالست أسئلة دول العين بتاعي كنترول بارش كنترول ولا أنكنترول. تفرق في إيه؟ بتفرق if I maintain the therapy, increase the therapy or decrease the therapy عن طريق الستبس الخمسة اللي إحنا كلنا عارفينهم. بنبدأ بلو دوز أي سي إس او بليوكوترين موديفاير في ستيج 2، طبعا ستيج 1 اونلي بي ار ان ثيرابي. في نفع هذا الكلام نفع ما نفعش then we shift to ستيج 3 بندي كومباينيشن ثيرابي لو دوز اي سي اس مع لابا، اور وي كان جيف ا ميديوم اور هاي دوز اي سي اس، اور وي كان تشوز ا لو دوز اي سي اس وذ بليوكوترين موديفاير او بور كومباينيشن لايك لو دوز اي سي اس وذ فيفل. نفع الكلام ده طبعا كل ثلاث شهور بيجي لك وبتشوف بتقلل وبتزود. ما نفعش بنحط كل حاجه، بنحط ميديوم اور هاي دوز اي سي اس بلس لابا، بنحط ليوكوتري موديفاير اند سستند ريليس تايفل. بنلاحظ ان البي ار ان ثيرابي وذ شورت اكتنج موجود في كل الستيجز. بنلاحظ ان هنا معمول بالاخضر، يعني ذيز ار ذا بريفيرد ايتمز، هم بيفضلوا الحاجات دي، والحاجات دي ما بيفضلوهاش بمزاجهم. evidence based medicine كلها بكلينيكال ترايلز، كل دلوقتي العالم ماشي بكلينيكال ترايلز، ما ينفعش أألف، لازم نمشي بالجايد لاينز ونطبق الجايد لاينز على البلد اللي احنا عايشين فيها. طبعا انا نسيت اقول ازمه education is very important and environmental control. ما اقدرش تعالج العيان الا اذا فهمت الازمه هي ايه وانها long term therapy، ولازم يبقى فيه environmental control. ما ينفعش واحد يتعرض كل يوم لروائح معينه وتدي له ميديكيشن وما بيتحسنش. بعد كده ما تحسنش هنخش على الاورال كورتيكوستيرويدز، اخر حاجه بدي الاورال كورتيكوستيرويدز وذ ذا لوست دوز. حتى الجولد ستادي بتاعه الجي اس كي لما ابتدوا يدوا الاورال كورتيكوستيرويدز في الاخر حسنت البيشنتس 5% اونلي. او بندي الانتي اي جي اي برضه من الحاجات الجديده في التريتمنت اوف ازمه واحنا تعرض لها في السلايدز اللي بعد كده. احنا دايما بنقول الفورميترول من الحاجات الجيده جدا في التريتمنت ان هو بيبقى فيه عنده فاست اونست اوف اكشن وذ لونج ديوريشن، وده بيبقى نتيجه الفارماكوكاينتكس بتاعته ان هو لايبوفيليك بلس انه هيدروفيليك الاثنين مع بعض. سالبيتومول از هيدروفيليك بيشتغل فاست، والسالميترول لايبوفينيك بيشتغل لونج اكتنج بيكفر كويس
الديوريشن اوف ثيرابي، لكن وي هاف ذس ديوال اكشن اوف فيرميتوراج كده، احيانا ما بياخدها بيحس على طول بتحسن. طيب when control is achieved هنبتدي maintain control and نبتدي نعمل step down للثيرابي. when we are on medium or high dose ICS نعمل ايه؟ نقلل ال ICS 50% كل 3 اشهر، نقلل 50%. when control on low dose inhaled corticosteroids you can switch to once daily with the best طبعا to switch with once daily is budesmide لانه بيعمل استر فممكن يعدي يكفر ال 24 ساعه. يبقى لما بيبقى عندي كورتيكوستيرويدز العيان مينتيند عليها اقلل 50% لغايه ما اوصل للوانس دي. لو هو ماشي على كومباينيشن ثيرابي برضه بقلل الكورتيكوستيرويدز 50% لغايه ما اوصل لللو دوز، then I stop the لابا and then I can give once daily. كل ما العيان بيتحسن اقدر اقلل لغايه ما اوصل لللو دوز اي سي اس، وده اللي لازم العيان يمشي بيه بعد كده. هنقول شويه كده كلينيكال كيسز في النص، انتوا عارفين انا مؤتمري كله كلينيكال كيسز، ما ينفعش اقول محاضره غير لما اقول شويه ايه كيسز، بعدين ننتقل للاوميزولام. وتبقوا معايا بقى لو سمحتوا كده ايه في هذه الكيسز. 17 كلها شورت كيسز، يعني تو سلايدز. 17 years old previously healthy man presents with a history of shortness of breath on exertion particularly during basketball season when he sometimes needs to sit down during practice to catch his breath. بيتعب وهو بيلعب الباسكتبول. He does not notice any shortness of breath with routine activity and there is no family history of asthma. On physical examination, he is not respiratory distress and his lungs are clear with no wheeze during either tidal breathing or forced expiration. Heart normal, baseline spirometry is normal. طيب. What is the next diagnostic step? نعمل له allergy testing ولا ميتاكولين تشالنج تيستينج، ولا عشان الراجل ده بيجي له ده بس ديورنج باسكت بول اعمل له اكسرسايز تيستينج وذ بوست اكسرسايز بايرومتري، ولا نعمل اوفر نايت اوكسيمتري علشان نشوف عنده سليب ابنيا ولا لا، ولا وي ريبيت ذا لانج فوليوم اند ديفيوزنج كاباسيتي. تفتكروا انهي واحده من دول اعقل؟ سي يس يو ار رايت، لانه الراجل بيجي له ديورنج اكسرسايز. A 23 years old woman is evaluated in the emergency department because of generalized pleuritic rash and difficulty in breathing, both of which developed minutes after she ate at a nearby restaurant. مش في شتاينبرجر ما تخافوش. The patient developed a rash some years ago after eating in a restaurant, but she is unsure whether she has food allergy or not. On physical examination, the patient is very anxious, significant respiratory distress, حرارة 36، بلس عالي 120، ريسبيراتوري 30، شوكت، ضغط 85/50، في بيري اوربيتال إديما. ديفيوز ويز اند برولونجد اكسبيراتوري فيز ار نوتد اون اوسكالتيشن اند ذير از ديفيوز اريثيما اوفر ذا ترانك اند اكستريميتيز. طيب ذا بيشنت خدت علاج كويس، ابينفرين، انترافينوس فلويدز، بيتا اجونست، كورتيكوستيرويدز، انتي هيستامينكس، كل حاجة بقت كويسة. افتر 2 اورز شي فيلز بيتر. Vital signs return to normal. There is no wheeze on minimal prolongation of the expiratory phase. طيب السؤال. Which of the following is the most appropriate next step in this patient management? Observe her in the emergency room for another hour and discharge. أو discharge her and prescribe a tapering dose of corticosteroids for 1 week. أو hospitalize her for further observation. أو آخر حاجة discharge her with epinephrine and instructions to consult an allergologist. أنهي واحدة؟ سي يس يو ار رايت. ليه؟ عشان بنخاف من الديليد هايبرسنسيتيفيتي ريأكشن في هذه الايه؟ الأحوال. ما أقولش العيان بقى كويس يلا باي باي مع السلامة ويروح البيت يجي له ايه؟ another attack. question number 3. A 40-year-old woman, which is a nurse, is evaluated because of worsening asthma symptoms. She has had mild intermittent asthma since college, for which she has been using an albuterol inhaler as needed, usually less than once a month. يعني متظبطة بتاخد شورت اكت مفيش مشاكل. During the last 3 months, she has experienced cough, tightness of chest, and wheeze, which improve after the use of inhale of albuterol. She uses the inhaler twice a day on average and awakened at least
twice a week with nocturnal cough. ابتدت الأزمة بتاعها gets worse. She worked three consecutive 12-hour daily shifts and the cough is regularly worse at the end of the each shift. كل ما بتروح الشغل بتتعب. During her day off, she feels better and with fewer asthma symptoms and feels significantly better by the time she returns to work. يبقى أما بتاخد أجازة تبقى كويسة ما بتروح الشغل بتتعب. She has a history of allergic rhinitis that has recently become more symptomatic. من 6 شهور جابت قطة. And she has lived in her room and on the carpet with the heavy debris وما بتقدرش تستغنى عن القطة. يقول لك لا موتوني بس ما تاخدوش القطة. Chest examination is notable for good air entry and there is scattered and expiratory wheeze. In addition to the treatment with inhaled corticosteroids, هي بتاخد short acting, هنزود لها طبعا inhaled corticosteroids, which of the following interventions is the most likely to benefit this patient? هل اديها oral antihistamines ولا اقول لها لازم تمشي القطة ولا اقول لها في الشغل avoid the exposure to the lactic products او اشيل السجادة ونظف كل يوم ولا اديها ليكوترين موديفاير؟ يس سي يو ار رايت. رغم طبعا لو حد قال لي ان انا ازود انتي ليكوترين مع الانهيل كورتيكوستيرويدز هعتبر برضو رايه مناسب جدا. ولو قلنا نشيل القطه راينا مناسب بس هي مش هتسمع الكلام. فالحاجه اللي هي ممكن تنفذها ان احنا لما بتروح الشغل بتتعب ولما بتروح بتبقى كويس يبقى في حاجه في الشغل بتتعبها اللي هي اللاتكس برودكت. طيب ده اخر سؤال عشان هخش منه على الايه على الزولير. A 33 years old male patient employed in carbonated beverage company resident in Sidi Bechr Alexandria Egypt. He's married and has two sons, has history of frequent ER visits for breathlessness seeking bronchodilator therapy. بياخد بقى الكوكتيل والجلسات والنوبيلايزر ومش عارف ايه الحاجات اللي احنا بنديها عندنا في المستشفى الميري. He has positive family history. أخته عندها حساسية. He was recommended to use his medication regularly in the form of formoterol and budesmide. كان بياخد الاثنين دول مع بعض. Still the patient suffer from frequent asthma attacks during day and night. زودنا مونتيلوكاست. وزودنا ثيوفيلين. عمالين نزيد في الأدوية. The dose of LABA and ICS was double. Nothing happened. So he was admitted and has full clinical and lab assessment. Routine lab investigation was quite normal. Sputum culture كان طلع علينا شوية candida albicans. رغم كده خد empirical antibiotic therapy مع الانتيفانجل. عملنا CT. خايفين بقى يكون في حاجة فيه eosinophilic infiltration حاجة endobronchial. CT is normal. During his stay IV corticosteroids was offered plus nebulized budesmide with modest improvement and the patient was discharged on the previous medication plus تيتروبيان بلس 60 ملي جرام بريدنيزون. ابتدى ياخد كورتيزون. The patient اتحسن لكن he developed systemic hypertension كان 180-110 with systemic weight gain significant weight gain and the dose of corticosteroids لحقنا نفسنا and was reduced gradually down to 10 ملي جرام بريدنيزولون with control of his blood pressure by 3 drugs of different groups. يعني كان بياخد 3 انتي هايبرتنسيف ونزلنا الكورتيزون ل 10 مللي والراجل ها ماشي ولكن his attacks returned again with frequent ER visits. He was admitted, advised to have total serum IgE to get sure of his diagnosis which revealed a scary value of 2400 unit. طبعا اللاب upper normal was 100 confirming atopic asthma. What is the most optimal therapy in this case? هل اخلي اللابا والاي سي اس تريبل دوز عشان بتوع النوفارتس يزقططوا كل العيانين هتاخد بقى 3 4 علب في اليوم ولا ريادا هاير دوز اوف كورتيكوستيرويدز جرادولي عشان اجيب له سكر مع الضغط ولا اعمل سكين تيست وبقى نخش في الاميونو ثيرابي والناس هنا حتى ممكن تهاجمني ولا وي كان تراي ان اد ان انتي اي جي اي ثيرابي. اعتقد يعني هي متظبطه على ان احنا لازم هنديله فعلا الراجل ده ادينا له انتي اي جي اي مع ان الـ يعني لو حد برضو خد باله هيهاجمنا ان اليونس عاليه قوي بتاعتنا بس احنا قلنا هندي وخلاص يعني. And you have to evaluate
you have to do more tests, of course. You have عملنا سي تي وعملنا حاجات كتيرة جدا وكولاجينيك باترن و... ده عملنا توتال ما عندناش ديفرنشال 2400 مفروض يعني الريكومندد من الفارماسوتيكالز انه ما يعني ما يديش الايمينو جلوبال انتي ايمينو جلوبال اي اف اتس مور ذان 1500 ممكن نعمل كان ممكن نعمل حاجات كتيره بس هي دي حاله ريال وده اللي اتعمل يعني زولير از ذا فيرست انتي اي جي اي ان ذا وورلد زولير باينز تو ذا ريجن اوف اي جي اي ذات انتراكت وذ اي جي اي ريسبتورز يعني هو بيجي على الاي جي اي طبعا في الحته الريسبتور بتاعه راح ماسك فيه كلبشه زي ما بنكلبش عربيه يعني احنا طبعا ايام الثوره ما كنا بنركن في نص الشارع على الكورنيش عندنا يمين وشمال ونمشي في زقره كده كله بيركن يقول له يا ابني بتركن في نص الشارع كله كان ثوره انا حر ده انا بقى دلوقتي ايه الجيش ينزل والبوليس ينزل ابتدوا يكلبشوا العربيات ده بيكلبش يخلي الاي جي اي مكلبش الكاسكيت طبعا معروف بتاعنا الرجن الرجن انتي بودي رياكشن اميونو جلوبلين اي يبقى كتير يروح على المسل يفرقعها يطلع الميديتورز بتاعتها وفي الاخر ازمه الراجل ده اللي هو الانتي اي جي اي يجي على الفري اميونو جلوبلين اي ويمسكه يكلبشه فما يروحش على المسل فما يفرقعهوش فما يطلعش الميديتورز فما يعملش الايه الازمه هي دي الفكره وادي اللي بيجي هنا المسل والبايندينج سايت هو ده اللي بيجي عليه الانتي اي جي اي ويكلبشه يقوم ما يمسكش في المسل لان البايندينج سايت ده هو اللي بيمسك بيه على المسل فهو بيستحوذ عليه فما يركبش على المسل سو زولير ويل انهبيت ذا الرجن اندوس ريسبونسز ريجاردلينج اوف الرجن سبيسيفيستي لان هو اي حد بقى اللي عنده حساسيه من التراب من الدخان من البتاع بيطلع اي جي اي هو بيجي على الاي جي اي ويمسكه Zolair removes the serum-free IgE but does not bind to the cell surface IgE, thus avoiding the severe reaction that might lead to anaphylaxis if it hits the mast cell. By removing the free immunoglobulin E, Zolair down-regulates the IgE receptors on the mast cells in basophils and inhibits the release of pro-inflammatory mediators. هو عيبه ان هو بيخلص يعني بيخلص بعد الشهر لازم تدي تاني يبقى انت كل شهر مضطر تدي حقنة we all know the cost of الجدول ده بيساعدنا دايما في تحديد الدوز احنا بنشوف اليونتس قد ايه اللي طلعت من التوتال اي جي اي سيرم ونشوف وزن العيان ومن الجدول ده بنقدر نعرف قد ايه طبعا لو عيان تخين قوي البودي ويت عالي ما بنقدرش نديله ولو السيرم اي جي اكتر من 1500 ما بنقدرش نديه ولو السيرم اقل من النورمال اقل من 100 بيقولوا اقل من 70 وفي ناس بتوصل الارقام اقل برضو ما نقدرش ندي لان العيان ساعتها مش هيستفيد منه towards evidence based medicine عملوا الانوفيت ستادي كل حاجه بتبقى evidence based investigation of omnizolab in severe asthma treatment طبعا الدراج ده ما نستعملوش غير في السيفير ازمه احنا شفنا الجينا جايد لاينز اخر حاجه بتتعطى ان ات از ان اد اون ثيرابي ما نوقفش الثيرابي بتاع البيش لا بنزود عليه الستادي ديت واز تو اسيست ذا افيكاسي اند سيفتي اوف اد اون زولير ثيرابي ان بيشنت وذ سيفير بيرسيستنت ان ادكوتلي كنترولد اسماتيك الرجيك بيشنتس اللي كانوا بياخدوا هاي دوز اي سي اس بلس لابا بلس اديشنال كنترولر ميديكيشن اف ريكواير and these patients are extremely challenging patient population with significant unmet need. The study design 28-week randomized double blind double dummy يعني ما حدش عارف ده بياخد ايه ولا حد عارف شكل الدواء ايه ولا العيان عارف ولا الدكتور عارف عشان تبقى very fair. زولير كانوا 201 وبلس 201 في 108 سنتر في 14 country and the study comprised four phases. الاول كان فيه screening period 7 days وبعد كده 8 week run in phase عشان لو في ناس هتبقى بره الترايل بعد كده الناس اللي هتمشي في الترايل 28 weeks وفي follow up 16 weeks احنا مش هنخش في تفاصيل الترايل لكن زولير significantly reduced the clinically significant asthma exacerbation rate and it also reduced the severe exacerbation rate يعني الفريكونسي قللها والاكسسربيشن نفسها بقت ايزي ما بقتش فيري سيفير
and it reduced the emergency visits due to asthma worsening. الناس اللي بتخش مستشفيات والامرجنسي ديبارتمنت والفنتيليتورز الحاجات دي كلها قلت كتير مع الناس السيفير ازمه لو كانوا بيروحوا خمس ست مرات في السنه. It significantly improved the quality of life of these patients. بقى بيقدر ينام، بيقدر يروح يركب اتوبيس، بقى يقدر يخش سينما، يقدر يؤدي واجباته الزوجيه، يقدر يتجوز. في ناس انا اعرف واحد ما كانش عارف يتجوز بعد ما خد الزولير قدر يتجوز لان هو كان very disnick to be married. This is a true story. So the conclusions of the INNOVATE study, in patients with severe persistent asthma, omalizumab therapy as add-on to best available treatment significantly reduced the clinical significant exacerbations requiring unscheduled systemic corticosteroids, significantly reduced the severe exacerbations, significantly reduced emergency visits, significantly improved the asthma-related quality of life. So, omalizumab add-on therapy was well tolerated with a safety and tolerability profile similar to that of placebo. Thank you very much. بنفكر في حاجه ثانيه. Yes. Yes. Allergic yes. وهنا السؤال الصعب، انا مش ضد المزولات هنا في حاجه، ولكن الانتي فانجر انديكيت. Yes. كويس بمزارعه المزولات. هو اخذ على فكره انتي فانجر. محدش قال لنا لسه نكدي ولا لا. يعني هم مش بيقولوا، انا حاولت اقول. هي الكيس دي على فكره مش كيس بتاعتهم، هي كيس عندنا من مستشفى الميري والنواب هم اللي كانوا شافوها، وكانت في الفيرست الايام الاولى من ظهور الزولير، وحد عندنا تحمس واعطاه، ويمكن ناقشنا الحاله دي في الكونفرنس، وكل هذه الاسئله احنا طبعا طرحناها. بس انا بكل امانه انا حطيتها زي ما هي، ما عدلتش بقى وحورت وحطيت النقاط اللي ايه الضعيفه علشان يبقى في ديسكشن ونقول هذا الكلام. تفضل. هو شكرا على الحاله الصغيره، فعلا الدكتور انت في ستادز معموله على السبيل ازمه. يس. والدرايد الانتي فانجل مع السبيل ازمه. يس. يعني ليه الكفايه برضه ديو تو ماكروزس. يس. بس هي في كرايتيريا ولما ادوا الانتي فانجل هنا مفيد لانه بيعمل اراديكيشن للفانجس من البرونكيال تري. احنا عارفين ان هو الرجل برونكيال بس لازم بعد في ميجر كرايتيريا ماينور كرايتيريا وفي ديفينيت دايجنوست. بس هل الالرجيك برونكو بالموناري اسبيرجلوزس مع الانتي فانجل ما بيستجبش للهاي دوز ستيرويدز؟ هو الاستادي اللي اتعملت دي ادت في السيفير ازمه فقط، ما يكون في الالرجيك برونكو بالموناري اسبيرجلوزس، يعني مش بالموناري سينفيميا. لا، ده هو ادى تريتنج للبيشنت ويز سيفير ازمه بسايد طبعا الانتي ازماتيك، ادى لهم الانتي فانجر، وكان في امبروفمنت في الجروب اللي خدت انتي فانجر عن الجروب اللي ما خدتش. سبيسيفيك يس. Yes. Thank you. شكرا دكتور عصام. We proceed and for the sake of time we proceed to the next one last session, Boehringer Symposium, and be sharing this session. The session is the title is Prevention of Exacerbation with Tiotropium.